أعود إلى السيد يحيى رباح. يعني كما قال السيد البرغوثي، الجميع متضرر من مثل هذا القرار. يعني ألن يساعد هذا رئيس الحكومة نتنياهو بأن يتقدم إلى العالم ليقول ها هي دولة عربية تؤكد ما نقوله عن الفلسطينيين، هنا حماس حركة إرهابية، وهي هناك أعضاء من حماس، أعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية، هو أيضا يعتبر السلطة حركة، يعني ليس حركة ولكن يعتبر السلطة أيضا متورطة في الإرهاب مع حماس. يعني ولذلك نحن نقول أنه كنا نتمنى من القضاء المصري أن يعني يقوم بموائمات ذات أفق واسع، لأن هو لماذا لا يمر تتمنى على السلطة لكي يعني بدل من أن تترك الأمور هكذا وتفسح المجال للمزيد من الانقسام، أن يكون لها موقف يساعد على توحيد الصف؟ لا يستحيل طبعا. السلطة لن تترك يعني يعني هذا الأمور، الصمت ولكن يفسر السلطة هكذا؟ واجبها واسمحي لي أختي العزيزة، السلطة واجبها أن يعني تعمل كل ما هو بصوت هادئ ولكن بفعل عميق. نحن لا نريد يعني أن نعلن بيانات ونعلن مواقف، وهذا طبعا شيء مرذول وسياسة مرذولة، إنه يعني يصيبنا الأذى فنطلق بعض الشعارات البلهاء ثم ندفع الثمن. علينا أن نقوم بعمل عميق، علينا أن نتدخل من أجل أن نعم، يعني طرحت القضاء الصورة المصري سيدي. يجب أن يقوم بموائمات سياسية عالية المستوى، وأن يعرف أن هذا اتضحت الموضوع الصورة سيد رباح. الذي دخل فيه هو موضوع شائك وموضوع عميق شكرا لك سيد جدا، يحيى رباح، أعتذر وبالتالي منك لضيق الوقت. من أشكرك أجل أن سيد يحيى تنتهي رباح، القضية على خير يعني. أشكرك سيد يحيى رباح عضو المجلس الاستشاري لحركة فتح.